مشاهدينا الكرام، معرض تمرة بمتحف رأس الخيمة الوطني يتعمق في تاريخ الإمارة الغني ويلقي الضوء على أهمية شجرة نخيل التمر ودورها في تشكيل العادات التراثية والثقافية المتبعة في المنطقة. ويستعرض معرض تمرة أسباب إدراج نخيل التمر ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي لمنطقة الشرق الأوسط في عام 2019. المزيد في التقرير التالي. يسلط معرض تمرة الضوء على أهمية شجرة النخيل ودورها في تشكيل العادات التراثية والثقافية المتبعة في المنطقة والخيرات الكثيرة التي استفاد منها الآباء والأجداد من هذه الشجرة المباركة التي نلمس عطاياها في نمط الحياة التقليدي في الإمارات، ابتداء من الغذاء والبناء وصناعة الأثاث والطب الشعبي أو الطب البديل، حيث أن النخلة تعتبر رمز من رموز الهوية الوطنية والأصالة، كما تم التركيز على الحرف القديمة التي كانت تعتمد على هذه الشجرة. نستطيع استشعار الطابع الفني في معرض تمرة من خلال أمرين. الأمر الأول هو طريقة عرض المقتنيات وترتيبها داخل دار العرض. الأمر الثاني هو استضافة المعرض لعدد من اللوح الفنية المعاصرة لفنانة فرنسية مقيمة في إمارة رأس الخيمة، الفنانة جيرالدين، حيث عبرت عن أهمية وعظمة هذه الشجرة في المنطقة من خلال لوحتها وقطعها الفنية التي جسدت فيها النخلة ومدى ارتباط إنسان المنطقة بها. تشمل القطع الأثرية الرئيسية المعروضة كل من مرضوفة القواسم، هي عملة معدنية تم سكها في القرن 19 وتم العثور عليها في مجمع قلعة الفلية، حيث تم توقيع معاهدة السلام بين أمراء الإمارات والقوات البريطانية قبل 200 عام. أيضا يتميز المعرض بوجود بذرة النخيل النادرة أو نواة النخيل النادرة الذي يبلغ عمرها 4000 سنة وتعود إلى مستوطنة شمل من العصر البرونزي، وعدد من السعفات والمنتجات اليدوية المنبثقة من خيرات النخلة، بالإضافة إلى افتتاح المدبسة وهي امتداد لمعرض تمرة، حيث تم اكتشافها من قبل علماء الآثار خلال عملية الترميم التي حصلت في المتحف الوطني في عام 2019. والمدبسة هي عبارة عن منطقة تستخدم في كافة أنحاء الخليج العربي لجمع عصير التمر أو الدبس بما يطلق عليه محليا قبل حوالي 2000 عام، ويرجح أن تكون هذه المدبسة تم بنائها في المتحف في زمن ما قبل اكتشاف النفط. المعرض بمثابة بادرة رمزية تعكس أهمية الثقافة والتراث والآثار لإمارة رأس الخيمة، تتجلى بإدراج شجرة النخيل ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي لمنطقة الشرق الأوسط في عام 2019. أيضا المعرض يصطحب الزوار في رحلة زمنية وثقافية لإيصال التناغم والترابط بين الإنسان والأرض وشجرة النخيل التي تعد جزء لا يتجزأ من كينونة الثقافة وثقافة مجتمع الإمارات.